Leo Messi, Messi صعد جولاسو جولاسو نيمار شعل النار نيمار سلام مساء الخير مشاهدينا الأحباء وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رياضة اليوم. لكن قبل أن نبدأ الحلقة إليكم أبرز محاورها. كولومبيا تكبد الأرجنتين خسارتها الأولى في بطولة كوبا أمريكا. تأهل كل من أمريكا والسويد لثمن نهائي كأس العالم للسيدات. ناديا الوثبة والطليعة يبلغان نهائي كأس سوريا لكرة القدم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نبدأ نشرتنا حلقتنا من بطولة كوبا أمريكا، حيث لقن المنتخب الكولومبي نظيره الأرجنتيني درسا كرويا قاسيا عندما غلبه بهدفين دون رد في افتتاح منافسات مباريات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا والمقامة بالبرازيل. وبعد شوط أول سلبي نتيجة والأداء، تحسن الأداء في الشوط الثاني وحاول راقصو التانغو الوصول للشباك الكولومبية، لكن براعة الحارس دافيد أوسبينا حالت دون ذلك. وبينما كان الألبيسيليستي يبحث عن فك شفرة الوصول للمرمى الكولومبي، نجح تلامذة البرتغالي كارلوس كيروش في هز شباك التانغو بحلول الدقيقة 71 بواسطة روجر مارتينيز. بعد الهدف استمر التوهان الأرجنتيني ليعزز دوفان زاباتا تقدم منتخب بلاده قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، ليحصد المنتخب الكولومبي أول 3 نقاط له وضعته في صدارة المجموعة الثانية، بينما تذيرت الأرجنتين الترتيب بدون نقاط في انتظار اللقاء الذي يجري حاليا ويجمع بين الباراغواي وقطر. وفي مباراة أخرى بالمجموعة الأولى انتهت مواجهة البيرو وفنزويلا بالتعادل السلبي من دون أهداف. نعم مشاهدنا الكرام، الحقيقة يعني خسارة يعني قاسية لمنتخب الأرجنتين في بداية مشواره ببطولة كوبا أمريكا أمام المنتخب الكولومبي بالحقيقة 2 هدف دون مقابل، رغم أن المنتخب الأرجنتيني من المنتخبات القوية على مستوى قارة أمريكا الجنوبية وعلى مستوى العالم، إلا أنه لم يوفق بحصد النقاط 3 وتكبد خسارة قاسية أمام كولومبيا 2 هدف دون مقابل ببداية مشواره بالبطولة. الحقيقة ستكون هذه الخسارة لها تأثير بشكل أو بآخر على زملاء النجم ليونيل ميسي فيما تبقى من مباريات، رغم أنها المباراة الأولى في البطولة، ولا زال الحديث باكرا عن إمكانية توديع المنتخب الأرجنتيني من الدور الأول وهو وصيف النسختين السابقتين لبطولة كوبا أمريكا. طبعا كولومبيا بهذا الفوز تصدرت المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط والمنتخب الأرجنتيني تذيل المجموعة من دون نقاط، أما منتخبا الباراغواي وقطر يلتقيان حاليا للمنافسة أيضا على التأهل للدور المقبل من بطولة كوبا أمريكا. طبعا بالانتقال مشاهدينا للمجموعة الأولى، حيث انتهت مباراة فنزويلا والبيرو بالتعادل السلبي من دون أهداف. هذه النتيجة وضعت المنتخب الفنزويلي بالمركز الثاني، يليه منتخب البيرو بالمركز الثالث. منتخب البرازيل بيتصدر هذه المجموعة برصيد 3 نقاط. منافسات جميلة، منتخب البرازيلي يعني أبدأ قوة كبيرة ببداية مشواره بهذه البطولة بعد انتصاره الكبير على منتخب بوليفيا 3 أهداف دون مقابل، ليقدم يعني ليكون أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب هذه البطولة بعد ما فاز على بوليفيا 3 أهداف دون مقابل. أيضا منتخب كولومبيا قدم نفسه بشكل لائق بعدما فاز على منتخب الأرجنتين، أحد المنتخبات الكبيرة ليس فقط في قارة أمريكا الجنوبية وحتى على مستوى العالم. طبعا مشاهدينا الحديث أكثر عن بطولة كوبا أمريكا وكأس العالم للسيدات، إذا كان معنا جاهز الكابتن شادي أسامة من القاهرة الصحفي الرياضي بجريدة الوفد المصرية، يبدو أنه ليس جاهزا حتى يجهز معنا كابتن شادي. طبعا البطولة جميلة ومثيرة لكوبا أمريكا هذا الموسم ومنافسة بين العديد من الفرق الكبيرة بهذه البطولة.
نعم مشاهدنا الكرام، طبعا صار جاهز معنا الكابتن شادي أسامة صحفي رياضي بجريدة الوفد المصرية. مساء الخير كابتن شادي. مساء النور يا كابتن، ومساء النور في جمهورك الكريم في كل مكان، وبرحب بحضرتك. حبيبي كابتن، طبعا كابتن انتصار مهم لمنتخب الأرجنتين على كولومبيا، عفوا لمنتخب كولومبيا على الأرجنتين بافتتاح مبارياته بكوبا أمريكا. طبعا مباراة مهمة جدا، بيواصل ليونيل ميسي نحسه في البطولة مع المنتخب الأرجنتيني، خسر 2 نهائي. المنتخب الأرجنتيني بيعاني من تراجع واضح جدا في المنتخب، معنويات منخفضة، عدم تركيز من اللاعبين في المباراة، إهدار العديد من الفرص، كلفت المنتخب الأرجنتيني الخسارة بهدفين في افتتاح المجموعة البطولة، خاصة ان الامل الاخير لميسي في الفوز بالبطولة دي، لان ميسي في دخل من ضمن الاساطير اللي اتحرموا من الفوز بالبطولة، منهم طبعا كان بيلي نجم المنتخب البرازيل والاسطورة الكبير ودياجو ارماندو مارادونا. ميسي قدم اداء سيء جدا في المباراة، 26 كرة قطعت منه خلال اللقاء، وقدم منتخب الارجنتين اداء سيء جدا خلال المباراة. نعم كابتن، نعم الارجنتين. نعم كابتن، طبعا منتخب كولومبيا هو منتخب قوي جدا. تفضل كابتن. كولومبيا هو منتخب قوي جدا، بيضم العديد من اللاعبين، منهم خيمس رودريجيز، ريديمال، فالكاو، كوادرادو، العديد من اللاعبين، يارامينا، ولكن منتخب كولومبيا عنده طموح ان هو يفوز بالبطوله دي، خاصه ان كولومبيا ما فازتش بيها من قبل غير مره واحده. نعم طبعا كابتن أسامة، بهاي الخسارة ذي المنتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الثانية من دون رصيد من النقاط، ولكن أيضا بالمقابل منتخب كولومبيا قدم مستوى مميز وقدم نفسه كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. هو البطولة طبعا حتى الآن فيها منتخبات بتظهر بشكل جيد جدا، شفنا نعم. النهاردة طبعا البرازيل فازت في الافتتاح بثلاثية وقدمت أداء كويس جدا، خاصة أن البرازيل دايما بتخاف من تنظيم البطولات لأنها تخسرها دايما على أرضها، ولكن البرازيل بدأت تستفيق على ملعبها، فازت بالأولمبياد في 2016 وخسرت نهائي كأس العالم 2014 قبل كده في 1950، فالبرازيل طموحها المرة دي أن هي تاخد البطولة دي اللي بقى لها فترة بعيدة عنها جدا. المنتخب البرازيلي بيسعى للفوز بالبطولة وباقتراب خطوة. البرازيل مع وكولومبيا عملوا نتائج كويسه جدا، البرازيل يمكن في خلال البطوله دخلت نادي المئة بالفوز اللي هي فازته بالثلاثيه. الناحيه الثانيه منتخب كولومبيا نعم كابتن اسامه. نعم على كل حال مشاهدينا الكرام، ننتقل للحديث الان عن ملفنا الثاني بحلقه اليوم، ملف كاس العالم للسيدات، ولكن بعد الفاصل. حجز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مقعده في الدور الثمن النهائي لبطولة كأس العالم للسيدات بانتصاره على منتخب تشيلي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة. فعلى استادي بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية باريس، نجحت سيدات أمريكا في خطف ثلاث نقاط مهمة بتغلبهن على سيدات تشيلي بثلاثة أهداف نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من اللاعبة المتألقة كارلي لويد هدفين وجولي إيرتز هدف، ليبلغ المنتخب الأمريكي حامل اللقب الدور الثمن النهائي بعد أن رفع رصيده لست نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقيت تشيلي من دون نقاط في المركز الثالث. وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، رافق المنتخب السويدي منتخب أمريكا لثمن النهائي بفوزه الكبير على منتخب تايلاند بخمسة أهداف لهدف، ليصبح رصيد السويديات ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية، بينما حلت سيدات تايلاند بالمركز الأخير من دون نقاط. نعم بالعودة لك مرة أخرى كابتن شادي، طبعا منافسات جميلة ومثيرة ببطولة كأس العالم للسيدات، طبعا راح نتحدث عن المجموعتين الخامسة والسادسة. يوم أمس جرت الحقيقة الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، واليوم الجولة الثانية بالمجموعة السادسة. بالمجموعة الخامسة كابتن شادي، الحقيقة يعني انتصارات مهمة لمنتخبات هولندا وكندا، يعني بلغوا من خلال هذان الانتصاران الدور ثمن النهائي. منتخب هولندا منتخب قوي جدا، عنده لعيبه بتلعب في نادي ارسنال متالقه في الموسم الماضي وسجلت 25 هدف، في الموسم الحالي سجلت مع المنتخب 66 هدف من خلال 70 مباراه. هي منتخب هولندي منتخب قوي جدا،
بيسعى لتتويج اسمه باللقب، خاصة ان المنتخب الامريكي هو اكتر منتخب متوج بالبطولة. اما المنتخب الكندي فهو بيحاول يثبت نفسه، خاصة ان هو كان نتائج وما كانتش متميزة على مستوى الرجال، ولكن هو بيبحث بقى عن مجد شخصي دي ان هو يعمل بطولة بشكل متميز جدا. ده بالنسبة للمجموعة الخامسة، واعتقد منتخب هولندا من اثبت ان هو منتخب من المرشحين للفوز بالبطولة. نعم كابتن، طبعا منتخب هولندا منتخب الهولندي. نعم هل تسمعني كابتن شادي؟ ده المنتخب الهولندي. اسمع. تفضل اكمل الفكرة كابتن. فالمنتخب الهولندي منتخب قوي جدا. هولندا دايما زي ما كانت بتخرج اساطير في كرة القدم، دايما بتخرج لاعبات متميزة، عندهم لاعبين كتير محترفين في اوروبا، ودي على غرار منتخب الرجال. والمنتخب الهولندي ماشي بشكل كويس جدا في البطولة حتى الان، واعتقد يعني بنسبة كبيرة منتخب هولندا هو في المربع الذهبي من وجهة نظري. نعم كابتن، طبعا منتخب كندا ايضا قدم مستويات مميزة ونجح بالفوز على الكاميرون بالجولة الاولى بهدف دون مقابل، اتبعه بفوز مهم على نيوزيلندا بهدفين ايضا ليبلغ الدور ثمن النهائي. منتخب كندا من قلت لحضرتك منتخب متميز، لكن هو ما دخلش اختبار حقيقي حتى الان، يعني لسه ما دخلش مع المنتخبات التقيلة. يعني لما يلعب مع هولندا هو دي مباراة اختبار حقيقي، دي اختبار قوته في البطولة. فمنتخب الكندي يعني حتى وصوله للدور الثاني ده انجاز بالنسبه للكره الكنديه. فاعتقد المنتخب الكندي للسيدات بيقدم اداء كويس جدا للبطوله، خاصه ان هو ما عندوش ضغوط ان هو يفوز بالبطوله، هو بيلعب من اجل الحصول على افضل مركز في البطوله. نعم كابتن، بالمجموعه السادسه منتخب الولايات المتحده الامريكيه يتالق ويتعملق، ويعني يتغلب اليوم على الحقيقه منتخب تشيلي بثلاثه اهداف دون مقابل ليحجز هو الاخر مقعده في ثمن النهائي، بعد ان كان قد حقق نتيجه تاريخيه بالجوله الاولى كابتن شادي بفوزه على تايلاند بثلاثه عشر هدف دون مقابل. منتخب امريكا منتخب كبير، منتخب توج باللقب في 7 مرات، اثبت جدارته في اكتسح تايلاند في اول لقاء. توج باللقب ثلاث، للتصحيح كابتن لو سمحت، توج باللقب ثلاث مرات. منتخب امريكا هو منتخب قوي ومرشح للفوز بالبطولة. نعم. اثبت نتائجه في المجموعة حتى الان، فاز على المنتخبات كلها اللي واجهها خلال البطولة. منتخب النهاردة يكسب تشيلي 3، المرة اللي فاتت 13 هدف. انت بتتكلم في منتخب اقوى خط هجوم في البطولة حتى الان، ومتألق كالعادة من المدرب بتاعهم، عارف هو بيعمل التبديلات امتى، وعارف المنتخب الامريكي يقدر يعرف يكسب المباراة ازاي. اما على الطرف الاخر منتخب السويد. نعم كابتن شادي. نعم يبدو أننا نعاني مشكلة بالاتصال مع كابتن شادي من المصدر. الحقيقة كابتن شادي هل تسمعني؟ يعني اللقب ده بيثبت فيه أنه من خلال. تفضل كابتن. ألو. نعم عم بسمعك، تفضل كابتن. بيثبت تفوقه حتى الآن أنه هو المنتخب الأمريكي. المنتخب الأمريكي بيثبت تفوقه، بيثبت أنه هو قادر على حصد اللقب خلال النسخة الحالية. خاصة ان انا لم ارى حتى الان في البطولة سواء منتخب فرنسا وهولندا هم من افضل من اوروبا، بقية المنتخبات نتائج عادية جدا، بيقدموا نتائج متواضعة في البطولة. نعم كيف شفت اداء منتخب السويد؟ حتى المنتخب البرازيلي. نعم اداء منتخب السويد، طبعا السويد فازت اليوم على تايلاند بخمسة اهداف لهدف، بس المباراة من طرف واحد، يعني مباراة من طرف واحد، فما اقدرش احكم على منتخب السويد او المنتخب كبير ان هو يتوج باللقب، لان منتخب السويد بيلعب مباراة من طرف واحد. فهي دايما تايلاند حتى الان نتائجها سيئة، يمكن هي اكبر منتخب بياخد خسائر في البطولة دي بمباراتين متتاليتين بنتائج كبيرة. فانا شايف ان منتخب السويد ومنتخب امريكا، منتخب امريكا اثبت حتى الان ان هو مرشح من ضمن المرشحين لللقب. منتخب السويد منتخب منافس، يعني بيقدم نتائج كويسه جدا، ولكن اختباره الحقيقي قدام امريكا. امريكا مش محتاجه تثبت نفسها في البطوله، هي امريكا حتى الان اثبتت بنتائجها ان هي لا تخشى احد. طيب كابتن، من خلال متابعتك للبطوله بشكل عام، يعني هل باعتقادك سنرى يعني بطل جديد لكاس العالم للشباب للسيدات؟ اعتقد منتخب فرنسا بيلعب على البطوله على الحته النقطه دي، خاصه ان مفيش بلد نظمت البطوله فازت بيها. فمنتخب فرنسا ماشي بشكل كويس جدا، واعتقد منتخب فرنسا في وجود الجماهير مع الاداء اللي هو بيقدمه في البطوله ممكن يتوج باللقب. نعم كابتن، طبعا ليس فقط المنتخب الفرنسي، هنالك ايضا منتخب ايطاليا قدم مستويات مميزه، منتخب هولندا، منتخب السويد، ولا ننسى ايضا المنتخب الانجليزي اللي حقق انتصارين حتى هذه اللحظه، وهو ايضا من المنتخبات الحقيقه المرشحه وبقوه في المنافسه.
كلها منتخبات كبيره يا كابتن طبعا، بس انت بتتكلم في بلد منظمه للبطوله عاوزه تمحو الرقم السلبي المسجل باسم البطوله حتى الان، ان مفيش منتخب نظم البطوله فاز بيها. ففرنسا عندها الحشد الجماهيري اللي تساعدها، منتخب ايطاليا منتخب جيد جدا حتى الان بالنسبه لنتائجه، ولكن منتخب ايطاليا برضو ما نقدرش نقول ان هو المنتخب المتوج، خاصه ان احنا لسه شايفين من يومين المنتخب الايطالي للشباب عمل المركز الرابع، فمش هنقدر نحكم على يعني على المنتخب الايطالي غير بالنتائج في الاخر في الدور القادم. ولكن اللي انا شايفه منتخب فرنسا عنده نجوم كبيره وعنده لاعبات كبيره، وخاصه ان في مسانده من منتخب الرجال، يعني شفنا ديديا ديشامب كان متواجد في المباراه الماضيه كان بيساند سيدات منتخب فرنسا، فاعتقد منتخب فرنسا هو الافضل من حيث الجماهير ومن حيث التدعيمات اللي هو بيشوفها هتفرق مع منتخب فرنسا في البطوله. اما منتخب امريكا زي ما احنا قلنا هو منتخب بيثبت نفسه حتى الان ومش محتاج يثبت نتائجه، هو الراجل بيفوز بنتائج كبيره. الناحيه الثانيه منتخب البرازيل عنده لاعبتين كبار في السن عملوا ارقام قياسيه، والمشاركه في 7 نسخ متتاليه، ايضا مشاركه في تسجيل في 6 نسخ متتاليه، فانت عندك لاعبين كبار جدا في كل المنتخبات دي. واعتقد ان المنتخب الامريكي والمنتخب الفرنسي والمنتخب الهولندي مش هيخرجوا من المربع الذهبي، دول يعني 3 منتخبات اتوقع ان هم تواجدهم في المربع الذهبي. نعم طبعا كابتن، بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعتين الخامسة والسادسة سيلتقي المتصدر مع الوصيف، ستلتقي هولندا مع كندا وأمريكا مع السويد لتحديد متصدر كل مجموعة. طبعا مباريات قوية جدا، وخاصة أنا أتوقع أن مباريات الدور الثاني هتجمع ما بين أمريكا وكندا والسويد وهولندا، دي مباريات الدور الـ16 اللي هيتقابلوا فيها المنتخبات، أتوقع لأن منتخب أمريكا هتتصدر المجموعة وهولندا هتتصدر المجموعة، فأعتقد دي النتائج بالنسبة لي اللي أنا شايفها في بطولة كأس العالم للسيدات اللي بتقام في فرنسا. نعم. دي بالنسبة للمواجهات اللي هتتم بينهم. نعم فعلا منافسات جميلة هذا الموسم، يعني هذه عفوا في بطولة هذا الموسم لكأس العالم للسيدات. كنت معنا من القاهرة الكابتن شادي أسامة صحفي رياضي بجريدة الوفد المصرية، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا ننتقل للملف الأخير بحلقة اليوم، ملف الكرة السورية، ولكن بعد الفاصل. نادي الوثبة والطليعة المباراة النهائية لمسابقة كأس سوريا بكرة القدم بعد تخطيهما لعقبة كل من النواعير وتشرين على الترتيب. ففي المباراة التي جرت على ملعب خالد بن الوليد في حمص، وبعد مرور دقيقتين فقط نجح عبد الله الحفيان في افتتاح باب التسجيل لصاحب الأرض من علامة الجزاء. والإثارة منذ بدايتها. ومن جزاء أخرى أضاف إبراهيم العبد الله الهدف الثاني للوثبة في الدقيقة 49. وبعد 10 دقائق عزز الوثبة تقدمه بالهدف الثالث عن طريق اللاعب أنس بوطة، لينظم الزوار هجماتهم وينجحوا في تقليص الفارق بواسطة عبد الله جمعة في الدقيقة 68، لتنتهي المباراة بفوز وتأهل الوثبة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ب4 أهداف لهدفين، ضاربا موعدا في المباراة النهائية مع الطليعة الذي بلغ النهائي رغم تعادله مع تشرين من دون أهداف، مستفيدا من تعادله ذهابا في اللاذقية بهدف لهدف. فريق النواعي 3 أهداف مقابل هدف واحد. الكرة الوحيدة. نعم مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن إياب نصف نهائي كأس سوريا ينضم إلينا من دمشق الكابتن وليد أبو السل، نجم نادي الجيش ومنتخب سوريا سابقا. مساء الخير كابتن وليد. مساء الخير على كل مشاهدينكم يا رب. مساء الخير كابتن. طبعا نبلش بمباراة الوثبة والنواعير، تأهل تاريخي لنادي الوثبة للمباراة النهائية من بطولة كأس سوريا. طبعا اكيد يعني فريق الوثبة فريق يعني انا برأيي الشخصي كان ممكن يكون نتائجه احسن من هيك كثير من خلال الدوري العام، او خليني اقول انه باعتبار انه هو فريق بيضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين او المميزين بالدوري السوري، لكن نتائجه ما كانت بالشكل المطلوب. عوض هو بشكل كبير جدا وصوله لليوم للنهائي كاس الجمهوريه، يمكن ثاني مره لفريق الوثبه. ان شاء الله يعني انا بتصور انه فريق الوثبه راح يقدم مباراه كبيره، يعني مثل ما شفنا بمباراته امام فريق النواعير، يعني استطاع انه يحرز هدف يمكن هو الاسرع بتاريخ المسابقات كاس الجمهوريه، باعتبار انه اجى هو بالدقيقه او حتى مو بالدقيقه، يعني هو الهدف سجل بالدقيقه
الثاني، لكن هو بأول 10 ثواني يعني إجا ضربة الجزاء، فهي يمكن أسرع ضربة جزاء بتاريخ نهائيات كأس الجمهورية. على كل حال يعني فريق الوسط بيضم مجموعة كبيرة من اللاعبين، وخاصة بالخط الهجومي، هو عنده خط هجومي فعال جدا، يعني بيضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، يعني شفنا أنس بوطة، الحفيان، يعني مجموعة من اللاعبين، ماهر دعبول، الرفاعي، كل اللاعبين على مستوى عالي، حتى دكة الاحتياط لفريق الوسط بتضم مجموعة جيدة من المهاجمين. هو فريق الوسط بصراحة يعني بيمتاز بقوة العمل الهجومي، عنده ممتازة جدا، دائما هو بيصنع الفارق على مستوى الهجوم، لكن في عنده مشاكل بالدفاع. بشكل عام فريق الوسط يعني أفضل من كل النواحي، إذا بدنا نقيسه مع فريق النواعير هو أفضل بكل الخطوط يعني. فأنا بتصور أن وصول المباراة النهائية هو شيء طبيعي وتعويض عن ما فاته بالدوري العام، كان مرشح من بداية الموسم، من بداية موسم الدوري، أنا قصدي أنه يلعب دور مهم جدا بالدوري، لكن النتائج كانت مخيبة بالنسبة له للاعبينه أو حتى لمدربينه، تغيير مدربين باستمرار. فأنا بتصور أنه وصوله لنهائي الكاس عوض بشكل كبير جدا عن ما فاته بالدوري السوري. طيب كابتن وليد، كيف شفت أداء نادي النواعير بالبطولة وبنصف النهائي؟ يعني أنا اللي بدي أقوله أداء فريق النواعير، خليني أقوله بالكأس، كان أداؤه جيد جدا، ووصول المربع الذهبي هو إنجاز بالنسبة لفريق النواعير، باعتبار أنه فريق النواعير ما قدم نفسه، هو دائما نتائج محيرة حتى على مستوى الدوري العام. يعني شفنا بالفترة الأخيرة أو مباريات الدوري العام بالفترة أو آخر المباريات، يعني كان فريق النواعير نتائج سيئة جدا، لكن بوصوله للمربع الذهبي هو يعني قدم نفسه بشكل أفضل بكثير من ما قدمه بالدوري. لكن بشكل عام أنه فريق النواعير أنا بتصور أنه فريق مجتهد، عنده طموح للوصول للمباراة النهائية، لكن اصطدم بفريق بضم مجموعة كبيرة من اللاعبين النجوم بالدوري السوري. ويعني الفريق مثل فريق الوحدة استطاع انه يخرج فريق الشرطة وفريق الوحدة المدججين بالنجوم، وقادر على تجاوز فريق النواعير، وهذا ما حصل. يعني فريق النواعير مثل ما حكيت هو انجاز بالنسبة له الوصول لدور الأربعة الكبار بكأس الجمهورية، وبيحتل المركز يمكن متأخر شوي بالدوري، لكن بشكل عام هذا هو النواعير، معودنا على أنه المراكز المتوسطة بالدوري دائما. أما بالنسبة للكأس هو حقق نتائج جيدة أنا برأيي. طيب كابتن وليد، خلينا بعد إذنك نتحدث عن المباراة الأخرى اللي جمعت بين الطليعة وتشرين. الطليعة يعني يتأهل لنصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 12 عاما، وبالتحديد عندما تأهل لنصف النهائي وخسر أمام الكرامة بموسم 2006-2007. كيف شفت المباراة كابتن بين الطليعة وتشرين؟ يعني أنا اللي بدي أقوله أنا فريق الطليعة هو يعني ذهب للمباراة النهائية، وهو يستحق أن يتواجد مباراة النهائية باعتبار أنه هو قدم المباراة الأولى أمام فريق تشرين اللي هو بيحتل المركز الثاني بالدوري السوري، يعني استطاع أن يخطف منه تعادل بطعم الفوز في أرض تشرين، فأصبحت الأمور مهيئة بالنسبة لفريق النواعير، وخاصة أنه راح يلعب على أرضه أمام جماهيره، مهيأ لأنه يخطف الفوز وينتقل للمباراة النهائية، وهذا ما حصل. شفنا فريق النواعير قدم شوط أول أفضل من فريق تشرين، كان هو المبادر دائما بعملية الهجوم، بالرغم أنه التعادل السلبي هو بصب مصلحته، لكن الكابتن ماهر بحري يعني أراد أنه يحسم اللقاء بشكل نهائي بشكل مبكر يعني، لكن الأمور اصطدمت بدفاع قوي منظم من حسن أبو زين أبو رامي لا يصرن فريق تشرين. فريق تشرين ما شفنا منه أي شيء، ولا حتى التغيير المدرب يعني أدى لتحسين الصورة اللي ظهر فيها بالمباراة الأولى. يعني ما شفنا فريق تشرين سوى أي خطورة بالشوط الأول، يعني إلا بعمل فردي، وغلب على فريق تشرين العمل الفردي باستمرار،
بشكل عام أنا أتصور أنه فريق الطليعة هو استحق أنه الوصول للمباراة النهائية على حساب فريق تشرين. فريق الطليعة مثل ما نعرف أبعد بطل الدوري وأبعد ثاني الدوري يعني فريق الجيش وفريق تشرين، فهذا الفريق يستحق أنه أن يتواجد المباراة النهائية. نعم كابتن، أتصور أنه لأول مرة بيصلوا فريقين ما حصلوا أبدا على كأس الجمهورية، وهذا شيء راح نشوف نحن بطل جديد أو متوج جديد لكأس الجمهورية وعنده المشاركة بالنهائيات أو بكأس الاتحاد الآسيوي البطل طبعا يعني لم يخطف كأس الجمهورية. نعم كابتن وليد طبعا، نعم سوريا بكأس الاتحاد الآسيوي. نعم كابتن وليد بعتذر على المقاطعة باعتبار وقت البرنامج انتهى، كنت معنا من دمشق نجم الكرة السورية الكابتن وليد أبو السلة عبدولي سابق، شكرا جزيلا لك. ومن ملف الكرة السورية نصل إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، وحتى نلتقي في حلقة جديدة لكم منا ومن كادر قناة اليوم كل التحية والمحبة وإلى اللقاء. نيمار شعل النار، نيمار سلام.